كاين واحد النقطه اللي كنتكلم عليها فايده اللي لوزيت قبل من هذه المواجهه هذه واللي كان قال بان غادي يعني هو غادي يحاول انه اللاعبين يبداو يخرجوا الكره اون سول توج دو بال. واش نتوما شفتوا هذا الشيء في هذا الماتش هذا ضد منتخب بوركينا فاسو؟ صراحه هو اللي خلق اساس الارتباك هو التعدد الالتزامات اولمبي المحلي وفي ظرف يعني في اسبوع واحد خلق مشكله على مستوى الاختيار لوبوتياج بزاف انا ما عرفتش واش هادشي خلقوا الذهاب وليتي ما كتعرفش شكون اللي غيلعب شكون اللي ما لعبش شكون اللي باقي شي كيتسنى نوتو لا حتى هذه النقطه هذه يعني البارح خرجت من بعد المواجهه اللي كانت ديال المنتخب الوطني المحليين سورتو بالنسبه للاعب وليد الكارتي قال لك مني فايد ما لعبوش في الماتش الاولاني كان من الافضل يبقى مع المحليين خصوصا ان المحليين عندهم مواجهه مهمه ضد المنتخب الجزائري. دابا بالنسبه لي سيسمح لي سير روح حتى بالنسبه لي سيد واش كاين مراكش؟ لا لا بغيت نسقسي واش كاين مراكش؟ غادي نرجع قلت كاين اللاعبين اللي متميزين على مستوى الدوري الوطني وكنا كنتسناهم يكونوا في المنتخب المحلي اللي عندهم مواجهه اقصائيه. وي. الحارسين بجوج لا زنيتي ولا تقناوتي رسميين ما لعبوش لا مع المحليين ما لعبوش مع الكبار. كذلك بعدي والكرتي لاعبين يلعبوا غدا. ولكن علاش ما لعبش المحليين؟ ايه. لا غادي يلعبوا غيلعبوا مقابله هما غيلعبوا غدا. كان المفروض انهم يلعبوا واحد من المقابلتين بجوج لا ديال النيجر ديال بوركينا فاسو لانه هو المدرب معتمد عليهم غالبا غادي يكونوا في التشكيل الرسمي. علاش؟ لانك انت على الاقل تعطي مقابله مع المنتخب اللي غيلعبوا به مقابله حاسمه ضد الجزائر. ربما على مستوى هذا الارتباك كان المفروض يكون واحد النقاش تقني داخلي ويحدوا الاسبقيات ويقولوا شكون اللي عنده الاسبقيه انه لا هو النقاش كان يعني حتى مني حسين عموته في كلام كنا قلنا بان كان نقاش داخلي خصو يبقى داخلي. حاج انت انا عاقله بان الندوه الصحفيه ديال حسين عموته ما عجباتكش الخروج الاعلامي ديال حسين عموته ما كانش يقولها ما كانش يقولها ما كناش دابا حنا يلا بدينا كنبداو دوك التراشق الندوات الصحفيه عموته غيدوي واحد غيجاوب عليه واش ماشي مصلحه المنتخب الوطني. هذا النقاش خصو يكون صحي ولكن يكون داخلي. شكون اللي عنده الاسبقيه؟ شكون اللي عنده اقرب فرصه اللي غيلعب فيها؟ هذا الشيء كل شيء خصو يبقى داخلي وخصو يبقى اولا انت ذاك الخيط الناظم ما كنقولوها دائما بين المنتخبات الوطنيه تحت اشراف واحد اداره تقنيه مسؤوله المفروض خصو يكون. علاش هذا النقاش؟ لان علاش؟ غيجي يقول لك انا عديت انا كنجرب والواحد شويه النوع ديال الانانيه اللي ما خصهاش تكون. كان فريق وطني محلي عنده مقابله مهمه كتخص تعطاها الاسبقيه. معقوله بحال مثلا اللي درنا مع الاولمبيك ديال مالي. خدنا دوك خدنا حكيمي وخدنا النصيري ما مشاوش مع ليكيب مشاو مع الاولمبيك سي فري اسمهم عنده الحق. لي جوغ سون سيت تيتولو غيلعبوا ضد الجزائر كانوا يمشيو مع عموت باش كاين بزاف اللي غادي يقول لك لا عاوتاني كتبقى الاولويه للمنتخب الوطني هي الاولويه راه ليكيب الاولى متفقين ولكن شكون اللي عنده التزام قريب راه دون اون سيمين او دو غادي اون ديزان دو جوغ ان شاء الله اون ديزان دو جوغ دونك هو اللي عنده الالتزام الاول دونك هو اللي كان نرجع لا كيستيون ديالك ديال واش لا توش دو بال وبالزربه وداك الشيء بالعكس حنا كثرنا باللعب لاتيرال لعبنا لاتيرال بزاف وبشويه وما قدرناش ما كانوش دوك لي بيرسي اللي كان خصهم يكونوا ما كانوش بزاف الحوايج وكثرنا من داك جيبها لهاد الجنب ديها لهاد الجنب جيبها ديها خو دو باس لاتيرال بزاف كاع. نعم عبد الحق بالنسبه للتدخل ديال الرحلي كنظن بان على صواب. علاش؟ يعني خاصة الامور بحال هكا كيف خاصها تكون كيقول لك لو لانساس ولا اونتر فامي كيما كاين شي حاجة كاين ديريكسيون تكنيك ملي كتميدياتيزا امور بحال هكا يعني كتولي هناك كيولي اصطدام. يعني راه تعرفي ذاك لورغوي كل واحد كيحاول ما امكن كيقول انا وهذه راه تخلق مشاكل. اللهم لك المسائل اونيفو ديال لا ديريكسيون تكنيك كيبقى داك الشيء ما كيتبرويتاش كيخرج شيء للصحافة وما كيعرفوا حتى شي واحد يعني الامور هذا سي عبد الحق اذا كانت فعلا اداره التقنيه كتحمل المسؤوليه في هذا الاتجاه. ايوا حنا المدير التقني باقي كاع ما سمعناه حنا كاع ما شفناهش قدموه حتى في الكونت ديالو في تويتر مازال ما خدام مع ويلز فاش كدخلتي الكونت ديالو في انستغرام كذلك في الاحتفال مع ولكن حنا ما شفناهش حنا ما شفناهش حنا ما شفناهش نورمالمون المدير التقني دار واحد الكونفيرونس دو بريس نعرفوا الاهداف ديال البرنامج ديالو اشنو غادي يشتغل غير النقطه ديال المنتخب المحلي انا ماشي غير شي شنا راه شنا مدرب كيدوي على الشيشه وي. كونفيرونس دو بريس هذا انا بالنسبه لي ما هادشي حتى هو مطبخ داخلي ديال المنتخب الوطني وي يعني شنو يعني انت شنو فهمتي مني سمعتي فايدا ليلوزيتش كيقول لك انا الشيشه والالعاب باش ما نديروش الاشهار وداك الشيء كامل صافي انا حيدته صافي تيغ كو كان تسيب عند المنتخب الوطني المغربي بحال اللي كيقول انا جاي باش نحيد هذوك المشاكل اللي كانوا مع ايرفي رونار وهذا هو الاحساس اللي كان عندك. انا
انا بالنسبه لهاد الامور خصوصا هاد المصطلحات هذه انا كيبان لي رايي ولا نقدر نكون خاطئ انا ما كتقاش في ندوه صحفي الا كان شي حوايج لقيتي شي ممارسات عالجها داخل المنتخب الوطني نهار جري على شي لاعب علينا عليها قول لهم هذا راني ها علاش مشيتي عليه علاش لانه انت دابا كتقول شدويتي على الشيشه وشكون كان كابيتان وضرار اكثر واحد شفنا في يعني لي فيديو ديالو كيدير الشيشه اذا شنو الرساله اللي عطيتينا في كونفيرونس دو بريس دوينا على الشيشه ومن بعد عطيت كابيتان ضرار ضرار شفنا اكثر من مره كيدي فيديو ودي فوتو انه كيشيش مع راسه وي فاذا اش من رساله راه خاص يكون لكان الاقوال تكون ايضا الافعال ماشي فقط نجي كنستعرض العضلات ديالي في كونفيرونس دو بريس ولكن على مستوى الممارسه كتبان لك امور متناقضه هذه ملاحظه الملاحظه الثانيه كتعلق بمنتخب محلي انا كيبان لي العابات اشنو باغيين احنا من هذا المنتخب المحلي دابا المنتخب الاول صحيح ممكن يكونوا لاعبين متقدمين في الاعمار ولكن راه ما تكونش الاغلبيه منتخب الجزائري ماشي الاغلبيه ما قلتش الاغلبيه توازن المنتخب الجزائري الا كان فاز باللقب شكون كانوا لعبوا لاعبين متقدمين في الاعمار حيد حارس مبولحي قديورة لانه هذاك البوست ما لقاش فيه فجاب قديورة وكانوا لاعبين 27 28 يعني العادي فانا هنا الرهان ديالي هو كاس العالم عندي مازال عندي لعابه كاين لعابه اللي دي خمس سبع سنين وما في المنتخب الوطني ما طوال مازال كيمشي وكيجي بحال كيتصرف بحال فخصنا نحدوا شنو باغيين ثم المنتخب المحلي دنيا واخا انا كنت باغي نخليها حتى لا دوزيام بارتي ولكن سير ملي بديتي بدي نعم كندوي غير على الهدف منه الا كنا باغيين المنتخب المحلي يكون خزان كما تعلنا ليه في الندوه الصحفيه وكما قال عموته ايضا في الندوه الصحفيه الاولى ديالو انه يكون خزان المنتخب الوطني خزان باش بلعابه في 32 سنه لا سا ديبون جامال دو لوبجيكتيف الا بغينا نديو التيتر ديالنا اللي ديال الشان كتجيب لي ميور يكون عنده 33 عام ولا 22 الا كان لازم نكمل الا كان بغينا نديروه جوستومون باش نبريباريو الدراري اللي كي بروميير الاولى ديك الساعه كنشوفوا ما شغلناش في النتيجه ديال الشان كتكون كاين جوج الحوايج اما غدير هاد المنتخب ولا الاولمبيك غير ما نساوش واحد النقطه باش كاينين دي زوبجيكتيف اللي كيكونوا على كور تيرم دابا الشيء اللي بغيت نقول للمشكل كاينين لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا بيتات سور لو لون تيرم ولا كاينين اهداف ثانيه وكاين اهداف اللي الملاحظه بالنسبه لي محلي با تو سو ميم طون ميسيو سي فو بلي نعم كل اللي توصل انه المنتخب المحلي انا بالنسبه ليا اللقب ديال الشان ماشي رهان بالنسبه ليا انا يقدر يكون واحد اخر يبان ليه رهان ماذا ساستفيد من نيل لقب الشان حنا رفزنا الشان ربحنا لا كيعترف به لا فيفا لا حتى والو ما كيديك حتى شي حاجه لقب رمزي اللاعبين الذين يمارسون البطولات المحليه داخل افريقيا اي دابا هذا جانب انا بالنسبه لي وداروا منتخبات افريقيا نحدد انا علاش ما نديروش انايا اقل من 21 سنه بما انه نديرو كيما تبغي غير سا ديبا على لوبجيكتيف لان هاد التوليفه الحاليه بانت اننا ما استفدنا منها والو شفنا التجربه السابقه فزنا بالشان وكان حديث في وقت سابق من بعد انه تم تحديد الاعمار ديال اللاعبين ديال المنتخب المحلي ولكن في النهايه ما شفنا حتى شي حاجه انا بالنسبه لي منتخب محلي نديرو اقل من واحد بما ان اليوم المنتخب الاولمبي عنده رهانات نديرو منتخب اقل من 21 سنه وبلا ما يدير لي الشان انا عطاني واحد ثلاثه ولا اربعه لعابه نكون غنكون ربحت